في أول فعالية سنوية وتحت عنوان نبتكر من أجل الإنسانية، أطلق بنك الطعام المصري مجموعة من البرامج التنموية الحديثة، وذلك على هامش الاحتفال بعيد الفلاح المصري. النهاردة أطلقنا ميثاق شرف خدمة الإنسان، وهو وثيقة عملية وعندنا آليات قوية جدا لتطبيقها. الوثيقة دي بتركز احنا بنشتغل ازاي مش بنعمل ايه، لان احنا عدنا سنين طويلة جدا بنتكلم كتير قوي ايه اللي احنا بنعمله وايه المنتجات اللي احنا بنقدمها للناس، لكن ما بنتكلمش بالقدر الكافي على ازاي بنخدم الناس. الوثيقة دي بتركز على الاطار العام المستند على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فاللي بيصنف العلاقة ما بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة إلى حامل للواجب وحامل للحق. ففي الجمعيات هي مجرد أنها بتحمل واجب، والمستحق هو حامل لحق في الخدمة، وليس في أي نوع من أنواع أن احنا بنمن على حد بحاجة. فآن الأوان أن نطلق استراتيجية وطنية لدعم الفلاح. مسألة الحماية التأمينية اللي سيادة الرئيس مهتم بيها جدا لزيادة أو التوسع في الاشتراك التأميني للفلاح وتأمين حياته ضد البطالة وضد العجز وضد الشيخوخة، لأن التأمين الاجتماعي للفلاح بيقي أيضا من موضوع التأمين الصحي. تتضمن فعاليات الحفل إطلاق بوابة الشفافية تحت شعار من حقك تعرف، والتي يخاطب منها بنك الطعام المصري المتبرعين من شركات وأفراد ومسؤولين وكل من يهمه أمر تبرعات المؤسسة بأعلى درجة من الشفافية، حسب آليات محددة من تقييم الأداء توافق المعايير الدولية. الحدث مهم عشان يعني شايف ان في بيحصل نوع من التعارف الاكثر او تبادل الخبرات ما بين مختلف الجمعيات من مختلف المحافظات، السبونسر والرعاية وكل الحاجات دي بتميز الحدث وبتخليه حاجه مهمه، والهدف منها او المردود هيعود على المجتمع المصري وعلى تحقيق او تطوير العمل الاهلي داخل المجتمع المصري. طرف طبعا لاي جمعيه او مؤسسه ان هي تكون شريك لمؤسسه بنك الطعام المصري، وخاصة إن المبادرة بتاعت بنك الطعام المصري كميثاق شرف لخدمة الإنسان، دي حاجة كويسة جدا هتعود بالنفع علينا كمؤسسات مجتمعية في زيادة التنمية. تركان لبنك الطعام من فترات طويلة بيقدم لنا كراتين، بيقدم لنا مساعدات، بيقدم لنا أضاحي في عيد الأضحى. ما شاء الله يعني احنا واخدين تقريبا 3 أضاحي في الفترة اللي فاتت. هذا وتستهدف خطة بنك الطعام المصري وضع آلية موسعة بدعم من الجهات المعنية بالدولة للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين في كل محافظات الجمهورية، تأكيدا لمعنى الغذاء من أجل الإنسانية. خلود الرفاعي، مساء DMC.